الصورة اللي معانا النهارده زي ما احنا شايفين هتكون عن كرة الحلم، الكرة اللي ظهرت امبارح في مباراة قبل النهائي للمونديال واللي كشف عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا علشان تكون الكرة الرسمية لمباريات قبل النهائي والنهائي في كأس العالم. الكرة دي مصنوعة وبكل فخر في مصر باستخدام أحدث ما توصلت ليه تكنولوجيا في تصميم الكرات، معمول فيها نظام الكرة المتصلة، التقنية اللي أثبتت نجاحها في تحديد حالات التسلل بشكل أكثر سرعة ودقة في بطولة كأس العالم. بالظبط هند، احنا فخورين جدا ان حاجه زي كده بيتم تصنيعها عندنا في مصر بايادي وعقول مصريه. احنا نقدر نعمل اي حاجه، بس الموضوع عايزين نبدا نشتغل مش اكتر. الكره دي يا هند بتقدر ترصد طول الماتشات بيانات واماكن وقوف اللاعبين عشان تساعد حكم الفيديو بمعلومات تخليهم ياخدوا قراراتهم صح. مش بس كده، كمان بتقدر تحدد وضعيات التسلل بدقه عاليه جدا، وبترصد اللحظه اللي اتلعب فيها الكوره ووصولها للاعب. فحقيقي حاجة مبهرة جدا واكيد هتفيد جدا. يعني هي حاجة مبهرة، واعتقد ان الحكام كل شوية تكنولوجيا بتساعدهم اكتر علشان ما يبقاش فيه اخطاء تحكيمية. يمكن احنا النهاردة هنتكلم عن ده بشكل اكبر. كمان يا اميرة، من الحاجات المميزة في الكورة دي ان تم مراعاة حماية البيئة في تصميمها، علشان كده سموها كورة الحلم، اول كورة في التاريخ الكرات الرسمية مستخدمة في نصف نهائي ونهائي كأس العالم تصنع من احبار ومواد لاصقه مائيه. حاجه مبهره ومشرفه بالزبط. ان هي 100% صنعت في مصر.